السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. بالحلقة الماضية لبرنامج أرض السواد تكلمنا عن ملف وزارة الزراعة أو ملف الزراعة عموما بعد 100 يوم من تشكيل حكومة السيد محمد الشياع السوداني. اليوم راح نتكلم على الموارد المائية اللي هي يعني عصب الحياة، التحديات اللي تواجه اليوم الموارد المائية، الإنجازات التي حققت خلال 100 يوم الماضية. اليوم طبعا ضيفنا نرحب به، الضيف الرائع في دائما في قناة الأيام الفضائية، طبعا دكتور خالد شمال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية ومدير عام الاستصلاح أو دائرة الاستصلاح. أي صفة مقربة عليك؟ متخصص لو يعني اثنيناتهم، يعني اكيد الصفه المهنيه كمدير عام الاستصلاح هي تمثل رمزيه للوزاره، وماكو اكيد اي مقارنه لاي صفه رمزيه مع الاعلام. الاعلام هو يعني سلطه رقابيه وسلطه اخلاقيه وقيمه. اكيد دكتور، ابدا مع حضرتك يعني ديش الحلقه مثل ما اليوم تفضلت تكلمت مع المشاهدين انه تكلمنا عن ملف الزراعه. ملف الزراعه محتاج الموارد المائيه دائما، بل صح. الموارد المائية هي من تحدد مساحة الأراضي المزروعة باتفاق طبعا مع وزارة الزراعة. صح. 100 يوم من تشكيل حكومة انولدت بعد حقيقة أزمات وتأخير كبير جدا، وكان أكو أمل من المواطن. يعني دائما لما أذهب أصور ميدانيا صح. يقول لك إحنا متفائلين مثلا بالسيد السوداني. يا ليش أنت متفائل؟ لأن هو ابن القطاع الزراعي، صح. رئيس الجمهورية مرتبط بالموارد المائية، كان وزير سابق الموارد المائية بالضبط الرئيس. نعم. أي فماذا تحقق يعني اليوم على رأس الوزارة شخص مثل الأستاذ عون ذياب من 1968 خبرة كبيرة، ماذا شو تحقق خلال 100 يوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام والاستضافة الجميلة. أنا شفت الحلقة السابقة مع جنابك عن وزارة الزراعة، يعني قلت لهم هاي الأستاذ ظفر ذاكر زين، لانه نعم 70% او 75% من ايرادات الموارد ما تروح للزراعه. صحيح. فهاي التتابع بين حلقتين الزراعه والموارد يعني هو ترابط منطقي، وهاي المقدمه المنطقيه لجنابك والواقعيه لجنابك قدمتها اكيد لها فت خصوصيه. مثل ما تعرف يعني قطاع الموارد المائيه هو احد اهم القطاعات بالحياه طبعا، ومرتبط بالامن. يعني الامن المائي هو احد اهم مقومات الامن الوطني للعراق كدوله وك يعني كيان. وشوف شيء مهم انت جنابك ذكرته، يعني ضمنا العراق هو معرف بالماء، يعني صحيح. كتاريخ كجغرافيا وكمسمى بلاد ما بين نهرين بلاد الرافدين. كوزاره وزاره موارد مائيه انا اعتقد انه احنا يعني بهذه الحكومه جتنا يعني يعني طاقه اضافيه من خلال الشخصيات اللي ذكرتها حضرتك. يعني فخامه رئيس الجمهوريه هو وزير سابق الموارد المائيه ويحمل شهاده عليا باداره المياه. دوله رئيس الوزراء يعني يحمل شهادة عليا بالزراعة ومختص، وعمل رئيس اللجنة الزراعية بصفته كان محافظ، عمل بأكثر مواقع مسؤولية وأثبت نجاحه على المستوى الشخصي والمهني وحتى المستوى الأخلاقي والوطني. أيضا يعني سيادة رئيس مجلس النواب أيضا هو عنده شهادة عليا بالهندسة ومختص بجانب معين قد يكون له علاقة بالزراعة والمياه. أيضا يعني معالي وزير الموارد المائية هو من أحد أهم خبراء الري بالعراق والوطن العربي، وخبرة يعني ويعني إرث كبير بهذه الشخصية. تكلم على 55 سنة. نعم، إرث كبير بهذه الشخصية يعني اللي هي المعنوية والأخلاقية وحتى الإنسانية. فيما يخص إنجازات الحكومة، يعني إنجازات الوزارة تحديدا، إحنا بداية هنالك ثلاث يعني محاور مهمة، يعني هي مترابطة بما ذكر يعني السيد علي راضي. نعم. مدير عام الهيئة العامة لسدود الخزانات وايضا المتحدث باسم الوزارة متحدث رسمي. هنالك ثلاث مواضيع اساسية. الموضوع الاول هو ملف المياه، يعني فيما يخص يعني الايرادات المائية وما يرتبط بها مع دول الجوار المائي وملف التفاوض ودور الوزارة في ملف التفاوض، هذا جانب. الجانب الاخر انجازات الوزارة على المستوى الصعيد الداخلي اللي هي يعني المشاريع المتلكية، مشاريع الري المتلكية، توزيعات المياه، موضوع كيف نتعامل مع هذا الواقع اللي هو تناقص الايرادات وقله السقط المطري والسنوات الجافه اللي ثلاث ضربات في العراق، مع كل هذه الاشكاليه، وكيف نتعامل مع توزيعات المياه ونحاول ان نامن المياه للمحافظات ونحقق الخطه الزراعيه. مثل ما ذكرت حضرتك في مقدمتك، الخطه الزراعيه عندما تبنى ما بين وزاره الزراعه ووزاره الموارد المائيه، و الاساس ببناء الخطه الزراعيه هو ثلاث مؤشرات مهمه. المؤشر الاول هو ما موجود
فعلا في الخزينه الاستراتيجي للعراق من الموارد المائيه بامكان استخدامها لبناء خطه اساسيه. المؤشر الثاني هو ما سيتحقق من ايرادات سواء كانت على مستوى نهر دجله والفرات والانهر الاخرى او السقيط المطري، واقرب الى اليقين من التوقع. والمؤشر الثالث هو مؤشر السوق الداخليه بالعراق والسوق العالميه والربط بيناتهم، احتياجات المستهلك بالضبط موضوع العرض والطلب. نعم. هاي ثلاث مؤشرات تبنى على اساس الخطه الزراعيه. الاشكاليه شنو استاذ ظفر بالموارد المائيه العراقيه؟ يعني ثلاث اشكاليات رئيسيه. اول اشكاليه العراق دوله مصب لدجله والفرات، وبالتالي ايرادات العراقيه تعتمد على ما يرد من دول الجوار المائيه، يعني اكثر من 70% من ايرادات العراقيه تاتي من الخارج. صحيح. وبالتالي احنا مرتبطين بالسياسات المائيه وليس سياسه العمل، السياسات المائيه لهذه الدول بكيف تنفذ مشاريع روائيه كبيره كتكون سدود الخزانات ومشاريع الاصلاح الكبرى وطريقه تشغيل تلك المشاريع. هذا جانب. الجانب الاخر عندما اتكلم عن دول الجوار المائي يفترض هنالك اتفاقيات حتى تديم العلاقه بين طبعا العراق، يعني الحكومات العراقيه المتعاقبه ما توفقت مع الاسف بالزام هذه الدول بتوقع اتفاقيه ملزمه تضمن حقوق العراق التاريخيه بنهر دجله والفرات. شلون يعني شلون اقدر الزم هذه الدول؟ هو هسه جاي يعني اليوم يعني مثلا عندنا دوله مثل تركيا تقريبا انه ما تعترف انه بنهري دجله والفرات انه نهر دولي. نعم. تقول لك هاي لا جزء بسيط تعتبر انهر تركيا تعبر حدود دجله العراق. وهذا اشكاليه بالطرح. شوف يعني استاذ ظفر دجله يعني دجله والفرات، نتكلم عن دجله والفرات، نتكلم عن عمق تاريخي وتكلم عن نهرين يقطعان الاف الكيلومترات داخل صحيح الاراضي العراقيه. هذا جانب. الجانب الاخر والمهم يعني بكل العالم مثلا تروح على يعني على التكتلات، خلينا نتكلم التكتلات الاقتصاديه، شوف مثلا الاتحاد الاوروبي هو اقوى تكتل واقوى علاقه رصينه بين هذه الدول. ماذا يجمعهم؟ يجمعهم امرين مهمه، الجغرافيا الطبيعيه والمصالح المشتركه. صحيح. هاي الامرين اساسا هي تجمع العراق مع دول تدعم يعني تجمع العراق مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وتجمع العراق مع جمهوريه تركيا والجمهوريه العربيه السوريه. نعم. نتكلم عن جوار الماي. احنا بنتكلم عن تركيا مو معناها انه يعني نركز على موضوع تركيا، لا، انت 70% اللي هي اللي تجي العراق من خارج العراق، المياه تجي العراق 50% من عندها من تركيا و15 من ايران و5 فقط من سوريا، فلذلك التركيز يصير على الحصه الاكبر اللي هي هذا جانب. الجانب الاخر الاتراك هم الدول الوحيده اللي بنوا سدود خزنيه كبيره بامكانها اخذ هذه المياه دون وجه حق. يعني الجمهوريه الاسلاميه سوت مشاريع استصلاح كبرى استنزفت المياه، قد يكون يعني بفترات معينه ياتينا مياه، لكن تركيا سوت سدود كبرى واخذت المياه واوغلت بهذا الجانب، بنت اكثر من 22 سد، وهذا الامر يعني صعب التعامل معه. الجانب الاخر المهم المصالح المشتركة. شوف منذ تشكيل حكومة وهاي التركيبة اللي جنابك ذكرتها واللي يعني أيضا يعني أتفق معك بهاي الـ يعني الرؤية الواقعية روح تفاؤل. نعم. يعني معالي وزير الموارد المائية منذ اليوم الأول أوضح لدولة الرئيس أنه ملف المياه إشكالياته 1 2 3 4 ويتطلب أنه كمدخلات هذه ومخرجاتها، صار نقل صورة أن ملف المياه هو ليس ملف فني مرتبط بالموارد المائية وليس ملف دبلوماسي مرتبط بالخارجية، إنما هو ملف سيادي مرتبط بالسلطة العليا للدولة. ولذلك لو تشوف جنابك الاجتماعات اللي صارت، يعني دولة الرئيس ترأس المجلس الأعلى للمياه ورئيس الجمهورية حقق أكثر من اجتماع وصارت زيارات، والإشارة اللي جنابك حاضر بالمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مع الأمين العام وأشار إلى موضوع المياه والجفاف وتأثيرات العراق والضرر على العراق. ايضا قبل يومين دوله الرئيس افتتح يعني مؤتمر المناخ بمحافظه البصره العزيزه واشار الى هذا الموضوع اشاره واضحه على انه هذا الموضوع هو موضوع امن. نعم. وطني بالدرجه الاساسيه. اكيد راح نرجع على كل هذه التفاصيل. طبعا احبه المشاهدين ايضا يعني كل التحيه والشكر الى اعلام وزاره الموارد المائيه على دائما عندهم فيديوهات يطلعون بها المواطنين على انجازات على تحديات على بعض الامور اللي قاعد تحققها الوزاره. خلونا نشوف هذا الفيديو للاستاذ علي راضي المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه، ايضا يتحدث عن اهم الانجازات خلال 100 يوم من عمر الحكومه. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. دكتور شفت حديث المهندس علي راضي يتحدث عن كثير من الامور. قبل ما تعلق على الفيديو او تحدد بعض النقاط اللي ممكن تشرحها اليوم للمشاهد الكريم، اريد اعرف من التحدي الاكبر هو على وزاره الموارد المائيه؟ هو حصص الحصص من الموارد المائيه الخارجيه ام الاستخدام الغير امثل للمياه داخل العراق؟ ويعني صعب تفصل بين التحديين،
بس خلينا نعطيهم نسبه مئويه. النسبه المئويه مرتبطه بالايرادات، 70% هي تحدي خارجي و30% تحدي خارجي. نعم. يعني انت اصل ايرادات 70% من ايراداتك من خارج العراق و30% من داخل العراق. صحيح. ويعني هذا الواقع الحالي. يعني تحية يعني لأخي وزميلي المهندس علي راضي مدير عام الهيئة العامة لسد الخزانات وأيضا متحدث باسم وزارة الموارد المائية. أكيد يعني كل أتفق يعني جملة وتفصيلا مع كل الكلام اللي قاله من إنجازات الوزارة خلال هالمئة يوم، يعني إنجازات قسم منها مهمة وقسم منها ذات تأثير، قسم من هذه الإنجازات مرتبطة بتقنين صرف المال العام ومنع الهدر وإيقاف أي أعمال قد تكون غير طبيعية وغير مناسبة بالنسبة لأستاذ مكحول مثل ما يعني ذكر الاستاذ علي، وتم ايقاف العمل به. يعني اكو انه السبب على ايقاف العمل به، يعني شوف استاذ ظفر، احنا هسه بالعراق ما عندنا مشكله خزن. صح. العراق ماكو اي ماكو ايرادات، احنا عندنا مشكله ايراد. نعم. وليس مشكله، يعني حتى بس اعطيك فتصور، العراق بفراغ خزني يقترب من 100 مليار اذا ما كان في قدر رقم 100 مليار متر مكعب، وحتى تحس هذا الرقم سد الموصل هو 11 مليار قد يكون زيادة أو أقل حسب تشغيل. نعم. يعني إحنا لو عدنا 10 سدود سد الموصل فارغة وتجينا نقدر نمليها، فإشكاليتنا ليس هذا جانب. جانب آخر بالنسبة سد مكحول صار عليه يعني إعادة تقييم ونوقش هذا الموضوع في هيئة الرأي العليا بالوزارة، وتم التوصل إلى قرار أنه إيقاف العمل به وإعادة دراسة المؤشرات والمعطيات للمضي قدما بتنفيذ السد مستقبلا او ايقاف العمل به وجمد العمل به، لانه كل المؤشرات الهندسيه والعلميه والفنيه وحتى الماليه كانت باتجاه ايقاف العمل بهذا السد. ايضا فيما يخص يعني طريق الساحل ومسابعة يعني ايضا. نعم ايضا تركوه. نعم طريق الساحل. لا طريق الساحلي صار فقط تغيير بالتصاميم الجسور والمنشات اللي هي كانت بها كلفة عالية، وبالتالي احنا نتعامل مع يعني مع ليس الفكره تنفيذ الجسر وانما الفكره هي التعامل مع منظومه هذه. فهمت. ايضا فيما يخص المستوى المائي، مستوى المائي مهم جدا حتى انت تفكر المياه هذه مكان ما تروح تصعد كلسان ملحي بشمال مدينه البصره تروح لهذا المكان. والخطه الزراعيه يعني هذه من الامور اللي جنابك تذكرتها بمقدمتك الواقعيه وتناولتها ايضا بحلقتك السابقه اللي كانت مميزه. يعني فعلا احنا الوزاره توفر مياه سطحيه لمليونين ونص دونم رسميا و قريب من هذا الرقم تجاوزا، لكن احنا بدنا نوفر هاي المياه لانه ما امامنا الا دكتور خزينه استراتيجي الحالي ايش قد عندكم ارقام؟ يعني بحدود بين 7 و8، 7.5 اكثر من 7.5 مليار متر مكعب. هذا شيء يعتبر خط حرج جدا. هو بس حتى تحصل هذا الرقم احنا بال 2019 كان عندنا 60 مليار. وثلاث سنوات مرت على العراق 2021 22 سنوات جافه وشحيحه. حتى هذه السنة ترى تعتبر سنة ليست رطبة، وبالتالي يتم الضغط على الخزين يعني لأسباب كثيرة، أسباب يعني المغالاة في الخطة الزراعية في وقتها بالسنوات السابقة. دائما يحدث اكو يعني عدم توافق بوجهات النظر بينك وبين وزارة الزراعة. هو شوف وزارة الزراعة يعني احترامي وتقديري لكل كوادر وزارة الزراعة، يعني الفكرة انه يدعم الجانب الزراعي. وشوف موضوع الزراعة موضوع مرتبط بالأراضي الوطنية، انت عندما تكون عندك زراعة واسعة وشاملة ووفيرة أكيد الإرادة الوطنية وقوتك راح يكون من داخل بلدك وتأثر بهواي أمور أخرى، بالإضافة لشريحة الفلاحين الواسعة اللي أنت تمثل تقريبا من 25-300 من 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 المجتمع، هذه راح تكون يعني مصدر رزقها ودعمها. وهوية العراقية هوية زراعية. صحيح. لكن يعني أكو مآخذ ليس على مؤسسات زراعية إنما على مفهوم الزراعة بالعراق. شوف أستاذ ظفر أنا شفت يعني جزء يعني ما اذكر بالضبط الكلام اللي ذكرته لكن راح اقول لك بكلام هندسي. نعم نعم. احنا عندنا اشكاليه بالسياسه الزراعيه العراقيه. صحيح. كيف؟ اول اشكاليه بهذه السياسه سابقا كانت كل محافظه عراقيه تمتلك هويه زراعيه. اما بنوع محصول او بنوع نبات او بمنتجات صناعيه غذائيه مرتبطه بالزراعه. الان هاي الهويه بدات تكون مشروخه ومفقوده اذا لم تكن مسلوبه. الشيء الاخر هنالك كانت سياسة واضحة بإدارة الإنتاج الزراعي. حاليا يعني الخطة اللي توضعها وزارة الزراعة نركز على شيء مهم، على هو المحاصيل الاستراتيجية، المحاصيل الأربعة الرئيسية، وعايفين هذا التنوع الكبير. ولذلك شوف الفلاحين أغلب الفلاحين يصير عزوف عن زراعة محاصيل معينة يعني ما بيها مورد معين، ويصير توجه إلى محاصيل أخرى. هذا جانب مثل محافظة واسط تركت زراعة الذرة. هذا شوف هذا مهم.
الشيء المهم الاخر يعني اللي هو احنا عندما نتكلم عن خطه زراعيه يفترض هناك التزام بمقننات مائيه بطرق بمساحه زراعيه ما يصير التزام بها ليش؟ لسببين. اول سبب يفترض احنا نحتاج الى تشريع والى قانون يدعم المزارعين. انت حتى انا ادعمك لازم تروح تنتهج الري الحديث واشوف واجبات الموارد المائيه او كوزاره وكمؤسسات توصل لك المياه الى المنفذ الحقيقي للفلاح. اما طريقه الري وشكل الاسقاء هذا الفلاح والمزارع مع الجهه المعنيه باداره الزراعه سواء كانت على مستوى القضاء او المحافظه او على مستوى الناحيه تدير موضوع الزراعه وتراقبه وزاره الزراعه. فيفترض يصير هذا جانب الاعلام. شوف هسه اكو شيء مهم يعني يمكن جنابك ملاحظ الاعلام يعني تاثيره فاعل وداعم لقطاع الزراعه والموارد المائيه في هذه الفتره. وشوف ماكو قناه تفتحها بالقنوات العراقيه وحتى العربيه اذا متكلم عن وضع العراق المائي الحرج واتكلم عن ايرادات العراق. لا بس صار الموضوع ضغط على الصراحه يعني اكو قنوات مثلا عربيه تتكلم تعرف انت كل دوله والتوجهات هذه واحد اللي بيها منحى سياسي. انا اتكلم عن مثلا انقطع العراق المياه عن ارض الرافدين بسبب السدود الايرانيه اذا هي ضد الايران حسب كل اي سياسي. انا ما راح احكي لك بالمنحى السياسي. نعم. انا اتكلم عن العراق. العراق كدوله لها تاريخ ولها تراث مرتبط بالمياه فعلا. هسه انا خليني اتكلم بالمنطق. بالمنطق انا 60% من حصه المياه تاتيني من تركيا. نعم. جزء ياتيني من ايران، جزء ياتيني من سوريا، و30% الاخرى تاتيني من داخل العراق كايرادات. هسه انا خليني اتكلم عن انا السدود الحقيقيه اللي اثرت على العراق هي السدود التركيه. 22 سد بنيت بدون اي مراعاه لحقوق العراق التاريخيه بدجله والفرات، بدون التنسيق مع الجانب العراقي، بدون هذه كلها ودفعتنا الى مرحله انه باتت السياسه المائيه التركيه تؤثر بجانب كبير على مو على سياسه تشغيل مشاريع الروائي العراقي، لا بات تؤثر على الامن القومي العراقي. فعلا. والامن القومي العراقي نعم. هذا الامن القومي. نشاهد الفيديو هذا ونرجع نتحدث. نعم. طبعا احبتي المشاهدين، رئيس الوزراء السيد السوداني استغل وجود الامين العام للامم المتحده بالعراق وتكلم وياه بملف المياه. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. انا وياكم احبتي المشاهدين. دكتور يعني اليوم رئيس مجلس الوزراء تحدث انه يطلب الدعم من المجتمع الدولي. يعني دوله رئيس الوزراء يعني شخص غير تقليدي، اشتغل بمناصب اداريه كثيره، عنده رؤيه، عنده شهاده عليا، عنده نضوج فكري سياسي اقتصادي. هاي الطروحات لم تاتي من فراغ، تاتي من ملامسه الواقع وقربه من المجتمع العراقي. قبل شويه تكلمنا يعني وحتى جنابك ذكر المفرده ودوله الرئيس ذكر المفرده وابسط مواطن، نتكلم عن الامن القومي للعراق كدوله. قد يتبادر الذهن انه نتكلم عن الامن العسكري. نعم. لا. الامن العسكري ما هو الا جزء من مجموعه عناصر للامن. نعم. اللي هي الامن المائي، الامن الصحي، الامن الغذائي، الامن البيئي، الامن الاجتماعي، الامن العلمي، الامن الثقافي، الامن الاقتصادي، الامن الاعلامي. كل شيء. هذول كلها مجموعه عناصر تشكل الامن القومي للعراق. بس من ترجع الى قسم من ذولي ترجع الى كل ذولي مرتبطه بالامن المائي. فعلا. فالامن ماكو امن غذائي اذا ماكو امن مائي. اكيد. ولا اكو امن مجتمعي. شوف بال 2018 ما صارت ازمه المياه بالبصره والتلوث، وضع الحكومه في وقتها حكومه يعني دوله رئيس العبادي. نعم. كانت على المحك اصلا. تظاهرات يعني وضع الحكومه على المحك بسبب اشكاليه بالامن المائي في محافظه تعتبر اهم المحافظات. ايضا الامن البيئي. هذه يعني تصحر وغير. نعم. شوف هسه قناتكم الكريمه من هذا البرنامج يعني المحترم، شوف موضوع الامن البيئي. سابقا احنا كوزاره موارد مائيه عندما تشوف بيئه النهر بها اشكاليه سواء من خلال وزاره البيئه او من خلال عملكم دوائرنا، الوزاره تبدا تدفع اطلاقات اضافيه من الخزين لتخفيف هذا التلوث ولتحسين نوعيه المياه. هذا الامر حاليا صعب نسويه في ظل خزين حرج جدا. ايضا حتى الامن يعني الامن الاقتصادي. ليش؟ الصناعات اكو صناعه بالعراق اذا ما لها علاقه بالماء حتى استخراج النفط. الصناعات الغذائيه، الطاقه الكهربائيه، الثروه السمكيه، الثروه الحيوانيه، اي صناعه هي مرتبطه بالماء تحتاج هاي الـ هاي الـ هاي الـ هاي الـ السلم والامن المجتمعي الموجود بالمجتمع واستقرار الحياه بما مرتبط بالماء. بالمناسبه اكثر الامراض اللي قد تصيب هي الامراض اللي مرتبطه بالعدوى الجماعيه لها علاقه بالماء،
واكو اشكاليه خاصه بسنوات الجفاف بالضبط. نعم. واكو اشكاليه بامراض الماء التراكميه، يعني الضرر اللي يصير بمحافظه نينوى نسبته قد تكون 1 إلى 10 أو 1 إلى 50 من الضرر اللي يصيب محافظه البصره. ليش؟ لان امراض الماء هي تراكميه. فلذلك اتوقع يعني قصدك انه جوده المياه لما تنزل تبدا تقل لانه الملوثات تصير اكثر. صحيح. فالامن المائي مثل ما ذكرت جنابك ومثل ما ذكر دوله الرئيس وما يذكر كل اعلام الهادف في الحرب القادمه الكريمه، الكل يأكدون على انه الامن المائي العراقي هو، يعني احنا من نتكلم عن الامن المائي نتكلم عن امن العراق، نتكلم عن حياتك، عن حياتي، عن حياه اطفالنا، احنا عائلنا، عن مستقبلنا، هذا عن قوتنا، هذا الامن. ولذلك شوف دوله الرئيس دفع بهذا الملف الى انه صار ملف سيادي واوعز لكل الوزارات تاع وزاره الموارد المائيه، ويعني ما معناه صار التوجيه ان وزاره الموارد المائيه لها اولويه بكل بموضوع تخصصات، بموضوع دعم، جهد، اعلام. ولذلك هسه شوف حتى الاعلام الهادف في القناه الكريمه الكل يركز على الاعلام، وهذا دا ينطينا حافز انه انت بعد تدفع هذا الملف الى 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 يعني الى الى الجانب الدولي حتى يصير ضغط على دول الجوار المائي وتحديدا تركيا في موضوع. نعم. طبعا احبت المشاهدين، بما ان الدكتور ذكر انه مثلا محافظه البصره من اكثر المحافظات تضررا، كل اذا كانت شحت مياه هي اكثر محافظه تضررا بهذا الموضوع، اللسان الملحي، الامراض، الاوبئه، غيرها من هذه الامور. طبعا كانت اكو زياره لمعالي وزير الموارد المائيه الاستاذ عون ثياب، وايضا لرئيس مجلس الوزراء كان هناك مؤتمر كبير بمؤتمر المناخ، ولكن وزير الموارد المائيه استثمر وجوده في محافظه البصره وذهب الى البدعه او محطه مياه البدعه المهمه جدا لمحافظه البصره. خلينا نشوف هذا اللقاء وراجعين. رجعنا وياكم احبه المشاهدين. طبعا احبه المشاهدين يعني عذرا لمده دقيقه واقل من دقيقه اريد اتكلم بموضوع حقيقه يعني اثارني لي شخصيا. يعني اقسم بالله انا معرفتي بالاستاذ عون ذياب تقريبا 3 مرات، كان هنا عندما كان متحدث رسمي باسم وزاره الموارد المائيه ومستشار، وملتقي به بعد ما صار وزير للموارد المائيه بلقاء خاص عرض على قناه الايام الفضائيه، واي اتصال شخصي او غير ما حضرته ماكو علاقه اعلام ومعالي وزير. ولكن حقيقه انا مستغرب بالايام الماضيه ولو الاسابيع الماضيه من الهجمه الاعلاميه الكبيره على شخص الوزير. يعني اليوم لما نتكلم انه احنا ما نتكلم عن وزير صدفه مثل اي حكومات سابقه وغيرها، لا، نتحدث على شخص يشتغل بوزاره الموارد المائيه من عام 1968، نتكلم على شخص اول من ادخل تقنيات الري الحديث في محافظه البصره وخاصه بالفو زراعه الطماطه. يعني شخصيه قديمه جدا وعده مناصب من التسعينات القرن الماضي. فحقيقة اكو هجمة كبيرة على تصريح انه موضوع السبح 4 مرات وهاي، حقيقة اليوم احنا نلوم المواطن اللي يفتح الصوند مال المي ويغسل سيارته ويتركها، نلوم الفلاح اللي دي يستخدم النظام السيح اللي صار له 5000 سنة من ايام السومريين. اليوم المواطن ايضا عليه مسؤولية كبيرة جدا. فحقيقة هجمة غير مبررة جدا على عمل وزارة الموارد المائية وعلى عمل الوزير، وحتى توصل لامور اخرى خاصه بالسوشيال ميديا وغيرها. نرجع اكيد مع الدكتور. دكتور، زياره مهمه جدا لمحافظه دائما متضرره من شح المياه. نعم. شنو سر هذه الوزاره يعني الزياره، اهدافها، شنو القرارات يعني اللي بدايه صارت؟ اثني على كلامك بحق الاستاذ عون. الاستاذ عون هو احد كبار خبراء الري بالعراق والوطن العربي وربما يمتلك الصفه العالميه، هذا جانب. يعني وهو ابن الوزاره. نعم. وهو تدرج في مناصب كثيره وعمل في اكثر من مؤسسه واكثر، وكل ما كانت العمل بها يعني قدم اللي عليه بشكل وطني. صحيح. وبشكل هادف، وتحياتنا له. فعلا زيارته يعني كانت لي شقين مهمين. الشق الاول هو حضور مؤتمر المناخ اللي صار بمحافظه البصره، واللي جاء دعم عالي المستوى بحضور دوله رئيس الوزراء وافتتاح المؤتمر، و البعثات الدبلوماسيه حضره، ووزراء عده حضره، وشخصيات مهمه وعلميه وقسم منها يعني سياسيه واقتصاديه مؤثره، وكان هذا يعني باكوره الاعمال. ولو تشوف التصريحات مال دوله رئيس الوزراء حكى على 3 مواضيع جدا مهمه. نعم. ما هي؟ اول موضوع الجفاف العالمي، موضوع انه تغير المناخ وهي ظاهره عالميه. نعم. والعراق يقع ضمن اقليم جاف، والعراق احد اكثر 5 دول بالعالم تضررا. والعراق حاليا من مقياس الجفاف من 5 درجات، العراق عبر بين 3 و4 صار على مستوى الجفاف. هذا جانب. اتكلم ايضا عن واضح سياسات دول الجوار المائي وتحديدا تركيا
بحجب حصة الأوراق المائية وعدم اتباع مبدأ تقاسم الضرر، باعتبار أن العراق أكثر دولة متضررة بالدول جوار الماء العراقي. نعم. وأتكلم عن موضوع ثالث ومهم جدا، هو موضوع دعم إجراءات المؤسسات التنفيذية فيما يخص إدارة المياه والزراعة، وأطلق أكثر مبادرة وأوعز إلى كل تشكيلات الوزارات الأخرى بدعم وزارة الموارد المائية والتعاون معها في مجال، يعني بالنسبة للقوات الأمنية باعتبارها القانون أو القوات المسلحة، في مجال رفع التجاوزات وإزالتها مجلس قضايا الأعلى، بدعم يعني إصدار الأحكام بحق المتجاوزين وتسهيل عمل فرق الموارد المائية. أريد أكد لشيء بما ذكرنا رفع التجاوزات. سمعت خبر قبل 10 أيام تقريبا أو أقل أنه عندكم فرق لإزالة التجاوزات تعرضت لقصف بالهاون. صح، فرق إزالة التجاوزات. يعني صحيح هذا الخبر؟ نعم، فرق إزالة التجاوزات. بالمناسبة يعني هذه الفرق موجودة بكل محافظات العراق وتشتغل 24 ساعة باليوم. نعم. وتزيل تجاوزات وتأمن وصول إطلاقات الماء من محافظة دينا إلى محافظة البصرة على عمودي دجلة والفرات والأنهر الأخرى. بشكل دائم يتعرض للاعتداءات، قد تكون بالأيدي، قد تكون بالسلاح الخفيف، قد تكون وقسم منها وصلت إلى يعني الاعتداء بالأسلحة الجارحة وبإطلاق النار في أحد المحافظات، وصلت إلى هذه المرحلة أنه تم إطلاق أحد الهوانات قذائف الهوان عليهم. ويعني هذه يعني مشكلة، تدري هو موظف يؤدي خدمة عامة يعني، ولا توصل لهذه المرحلة. نعم توصل لهالمرحلة، يعني هو اللي شوف أستاذ ظفر، اللي جاوز على حصة مي حتى يسوي مشروع تجاري من أجل ربح ويمنع ابن محافظة البصرة أو ذي قار أو السماوة أو ميسان أنه يشرب مي، يعني تعتقد ليش الفعل الأول ما يرتقي إلى جريمة؟ أنا من أمنع مي، أنا سمو أتكلم عن تركيا، يعني يصير محافظة على محافظة، يعني نفس المبدأ. بس بالأصل هو يعني موضوع تجاوز المياه، إحنا كوزارة نعمل على أنه دفع الأمور باتجاه أنه هذا يكون تجريم التجاوز على على الحصة المائية. نعم. فيما يخص الموضوع الآخر، مؤتمر مناخ مؤتمر في مكانه وحضور رئيس الوزراء. هذا حيكون دائما في البصرة لو يتنوع على المحافظات، هو خاص بمناخ البصرة والعراق؟ لا هو بشكل عام بيحكي بس يعني من البصرة، إلا خصوصية محافظة البصرة أكثر المحافظات تضررا. صحيح. بالمناخ. صح. بالبيئة، بالمياه، يعني في حين استخراج النفط يأثر عليها، في حين هي المحافظة الأكثر نفعا لكل المحافظات كل بلد العراق. يعني حتى واحد يكون منصف، المحافظة الأكثر نفعا وهي سلة العراق، سواء بكل المناطق التبادل التجاري، استخراج النفط، الغازات، بإضافة إلى يعني حتى قسم كبير من الموروث الأدبي والفكري والرياضي هو من محافظة البصرة عزيزا، يعني حتى واحد يكون منصف. أيضا شيء مهم آخر، يعني جناب تكلمت عن زيارة معالي الوزير، كانت يعني زيارة موفقة، معالي الوزير زار مكاني. احنا بالمناسبة حتى بس يرفصل، اكو مشروع قناة ماء البصرة، اللي هو مشروع ماء البصرة اللي هذا القناة اللي نفذتها الوزارة التسعينات ومستمرة هي لجهز محافظة البصرة، تبدي من البدعة اللي هي من يعني تبدي من من الناصرية وصولا الى مدينة الى البصرة، وجهزها بالمياه الخام. اكثر قناة بالعراق تعرضت الى ضرر. نعم. تجاوزات قناة وغيرها كبيرة طولها. نعم. يعني 238. نعم. كيلومتر. هذه القناة يعني قناة تمر بمختلف أنواع التراب، وقناة قسمها مبطنة وقسم بها 100 كيلومتر غير مبطن. بالإضافة إلى شيء مهم آخر، يعني هذه القناة هي مصدر المياه العذب الوحيد إلى محافظة البصرة حاليا بعد يعني بارتفاع نسبة الملوحة بشط العرب. هذا جانب. جانب آخر، الوزارة حتى تشغل هذه القناة اقترحت مشروع، هو مشروع ماء البدعة الانبوبي، اللي هو نفس الخط مجاور هذه القناة يصير انبوبي، لكن هذا يحتاج تخصصات مهولة. فعلا. واحنا كوزارة صرنا امام خيارين، انه ننفذ هذا المشروع وصعب تنفيذه، راح نتلكأ به وسنوات وما يكمل المشروع، والتوجه صار انه نروح على الجزء الحرج اللي هو الجزء اللي بيه اكثر ضائعات واكثر ضرر، اللي هو بتراب جبسية، وبالتالي أكثر كميات مياه تروح تهدر بهذا الجانب. وهذا الجانب هو كان لبداية 55 كيلومتر، لكن بعد كشف لجان وصار الرأي الفني أنه نسوي من عنده 45 كيلومتر. بإضافة إلى شيء مهم آخر، يعني هذا كان يعني مبادرة من معالي الوزير بشكل مباشر، أنه بعد إجراء الكشف راح كنا سابقا نسوي محطتين ضخ، البي اس 2 اللي هي أساسا هي موجودة حاليا، البي اس 4 المحطة الجديدة، فصار الاتفاق أنه لا، أن فقط نسوي محطة واحدة مكان البي اس 2، وهذه المحطة الضخ
هي اللي ضخ لكل نعم الجزء الانبوبي بالمسار الحرج. نعم. دكتور اكو يعني ان شاء الله مهمه جدا، انت تكلمت يعني موضوع للاسف العراق وعذرا على هذه الكلمه متخلف جدا يعني بموضوع الري الزراعي، يعني بعدنا نستخدم الطرق الحديثه. رئيس الوزراء باحد المؤتمرات الصحفيه قال الفلاح ما يلتزم بالسقي الحديث وتقنيات الري الحديث لم يدعم بالسنه القادمه. صح. تتوقعون هذا الشيء يصير؟ وكيف كيف اليوم انا اليوم فلاحين من الشمال الى الجنوب احولهم بطرق الري الحديث؟ ايش قد نحتاج وقت؟ استاذ ظفر احنا يعني كعراق كشعب عراقي وامتداد يعني الامتداد العراقي الاسلامي والعروبي بنفس الوقت عايشين دائما ثقافه الكرم، ثقافه الوفره بذخ بالتعامل بالضبط. نعم. حتى بالمياه المزارعين والناس اللي يشتغلون بالري متعود على ثقافه الوفره. قد ما المياه كانت وفيره هذه الثقافه كانت موجوده ولم تكن تؤثر كثيرا. الان احنا في ندره المياه وشح المياه، يفترض نغادر هاي الثقافه. انت شلون تسوي ممارسات جديده؟ لازم تغير ثقافه حتى تروح على ممارسات. انا حتى اوصل الفلاح الى وعي تام انه يروح باتجاه تقنيه الري الحديثه لازم اغير مفهوم الثقافه اللي عنده. هذا بدا بهذا الاعلام اللي مثل قناتكم الكريمه بدا انه العراق ترى به مشكله ما بي ازمه ما بي مشكله بالامن المائي. هذا جانب. دوله الرئيس من طرح هذا الموضوع نعم هو جاد وضمن هاي الموازنات اللي راح تاتي صح. تحتاج الى شيئين مهم. الشيء الاول هو تشريع، يلزم تشريع او قانون او تعليمات او ضوابط تلزم الفلاح باستخدام تقنيات الري الحديثه بمجال الرواء الحقلي الري الحقلي. وبنفس الوقت اكو حوافز. نعم. الحوافز عباره عن دعم بشراء هذه يعني المنظومات الري الحديثه. اكو انه موضوع انه على اساس وزاره الزراعه راح تتطور. وانا اعتقد شيء مهم اخر يمكن فاتني اقوله، اعتقد وزاره الصناعه بوجود شخصيه مثل الدكتور خالد البتال على راس الوزاره، شخصيه وطنيه وتمتلك رؤيه للشاهد اكو انتاجات يعني سنحاريه. اعتقد يعني راح يصير توجه من وزاره الصناعه ب يعني دعم قطاع الزراعه والموارد المائيه بموضوع المرشات وموضوع يعني صناعتها وموضوع انه صيانتها وادامتها. اعتقد هذا التوجه راح يصير واتخيله قريب جدا. فيعني موضوع اللي ذكرته حضرتك مهم جدا، انه هاني لازم اغير ثقافه الوفره باتجاه ثقافه التقنين والترشيد استهلاك المياه، اخلي تشريع وضابط تلزم المزارعين رضائيا وتلزمهم ارغاميا انه يروح يستخدم. نعم. وبنفس الوقت لازم اقدم له فشي بالمقابل فعلا. حتى ادعمه ماليا أكيد. واقتصاديا طبعا احبه المشاهدين ايضا عنده موضوع مهم جدا، انه محافظه ميسا من اكثر المحافظات اللي ذكرت بالايام الماضيه حول شح المياه، وشفنا صور يم الجسر الرئيسي في محافظه ميسان والناس قاعد تعبر مشي. حقيقه وزارة الموارد المائية المركزية وجهت اليوم الموارد المائية في ميسان باليوم بإجراءات حقيقة كثيرة للتقليل حدة هذه الشح المائية. خلينا نشاهد هذا الفيديو راجعين. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين. دكتور لك الجو لكن بدقيقة واحدة الوقت انتهى. في معالجة شح المياه اللي صار بالبصرة وميسان لجنابك ذكرته، الوزارة اتخذت إجراءات حتى تعالج نقص الإيرادات من تركيا. بدأت تطلق من شوف هسه احنا من سد الموصل يجينا 181 نطلق من عنده 300، في حين من الفرات الحديثة يأتينا 111 نطلق 380. بدينا نعزز دجلة من دوكان نطلق 8 متر مكعب بالثانية، ومن الثرثان نطلق 45 متر مكعب بالثانية، هذا حتى نعزي ايرادات المياه. بالمقابل نفذنا خطه لازاله التجاوزات وتقنين استهلاك المياه من على كل عمود دجله من محافظه نينوى وصولا الى محافظه ذيق ميسان، وتشوف تغير. نعم. دكتور بنعم او لا، هل انت مع عوده انه هناك صفه قضائيه لموظف ولا لمدير الموارد المائيه مثل قبل، مع او لا؟ حقيقه انا مع فصل السلطات، يعني يفترض السلطه القضائيه تبقى تمتلك القيمه الاعتباريه. نعم. كل التحية لك دكتور خالد الشمال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا. ربي يخليك. طبعا احبتي المشاهدين الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى. الى اللقاء.